انتم حكيتوا وفيتوا معناتها على المشاكل اللي صارت كل انا صار حاجه برك عندكم انتم 5000 اسحاق عبطي من باب الوطنيه انه 5000 هذوكم تبعثوا لهم دي ميساج تبعثوا له عندهم تصير عندهم النومر بتاعهم تصور مش الكل ما بون بلوبا تبعثوا لهم باش يعملوا وقفه احتجاجيه لبلادهم انتم من هنا قبل ما نخرجوا نتمنى انكم كلكم كل واحد يقيد النيميرو نتاعو يقيد اسمه باش يعملوا نهار وقفه احتجاجيه صحيحه مش وقفه احتجاجيه باش تخدم حزبيا او غيره. نقترح عليكم انكم انتم تكونوا عندكم وقفه قدام الولايه تاع مستير وتاكلوا الوالي اللي هو طبعا كل واحد كي شراه اللي راه مش قاعد يخدم يخدم كان في بارتي تاع مستير برك باش تبداو متفاهمين عنده وقتها وعنده دينيتو وبارتي تاع قصر هذا صياده خنيس مقنين غير واحد لاني مو من مقنين وعندنا بوليسيون ان نورمال ماهيش عاديه اكبر نسبه نتاع نتاع نقول احنا في مشكلة احنا مش حتى التلوث اكبر نسبه نتاع كونسير بشهاده التوبه موجوده ما بين مقنين وصياده وشويه قصر هذاك وكلابيه شويه غربه وسيكتور هذاك ومخالف زاد حتى نقول احنا مع كسيبه والبركي هذاك انتوما خدمتوا خدمة بريمو ونشكركم عليها ونعاود نشكركم نورمالمون هذه تسجل لكم هذه كانت تعمل تسجيل على مطور قاعدة في الفيسبوك ونصبوها الكل في الباج وتشهر ونتعرفوا بانه احنا مظلومين كساحل واحنا رانا بلدية ولاد البلاد ورانا في الافان رانا ملاك ماناش مش نقعدوا نوافقوا على تمييز الخراب اللي عاملينه هون تمييز الايجابي اللي هو للبيزغول اني انا رسيس شويه مع بلادي مش بالبارتي لا لازم تكون فما سامحني تحب بلادك ما تكون فما واجب فما تسحر للساحل قاعد يصير متعمم ثم ضرب للساحل وهذه حاجه كبيره قاعده تصير انت كي تمشي تشوف اللي قاعد تحب تحبها تكون قريبه لدارنا نحب تكون سيده تجيني نظيفه ما نخش نستنى فيها مدرسه اخرى تجيني نظيفه لاني انسان نغير نغير على سيده ونغير على مؤمنين ونغير على انتساب اللي اني ساحلي واللي اني معناتها مضروب في كرامتي سواء كي تتفرج على الصحلية اللي هما ما يدخلوناش كنواب سوى غيره اللي احنا نتسبوا كل يوم وزيد مضروبين توا في البوليسيون بتاعنا وفي ارضنا ويخدموا وحاسينوا بالمبادئ ونصور انها اخر نشدوه مش وقته اما نتمنى منكم قبل ما نخرجوا تكونوا واخدين انتم ديسيزيون كبيره وقويه وحماسيه كما ريت خدمتكم اللي هي حماسيه يعني كيما راه شوفوا كيفاش تتكلموا تتكلموا بروح وطنيه وروح نتاع انسان متواجد في بلاد يخاف عليها ماذا بيه زاد الناس اللي تواجد لنا نهار تاخذوه وتعملوا وقفه احتجاجيه كبيره مش وقفه احتجاجيه نتاع زباله نتاع كبيره وتكلموا على حقنا بان نعيشوا سالمين غانمين ولصغارنا ولينا احنا وذاك هو اخر بارك الله فيك.